Le 17 kilomètres. Chacun a ses capacités pour courir. Alors le train, c'est pas seulement gagner. انا جيت سعيد بالفوز ديالي بالمرتبه الاولى والسباق كان صعيب شي شويه من ناحيه الباركور والحمد لله وهذا السباق تقدم على الاستعدادات ديالي والحمد لله انا سعيد جدا وكان هذا الفوز جميع الناس اللي كيشجعوني الاصدقاء ديالي من الوطن وخارج البلاد وكان هذا العائله ديالي اللي كتسالني ويسلم الجائزة سعد العمين ممثل جيب لممثل جيب يسلم الجائزة للفائز بهذه الدورة العداء فارس محمد وصورة تذكارية صورة تذكارية للفائزين. اولا كنشكر المنظمين اللي نظموا هذا السباق، كان سباق المستوى واخا كان باركور صعيب ما بين المسافه اللي عطاونا 10 كيلومتر، الحمد لله حوست نفوز بالمرتبه الاولى واخا ما كانش منافسه قويه ما بين الاعداء اللي كانوا معايا، وكنشكر المنظمين اللي نظموا هذا السباق، كان سباق المستوى وكنشكر الناس اللي شجعوني. ويسلم الجائزه الدكتور الزاهدي عضو المجلس البلدي في أكادير. صورة تذكارية صورة تذكارية ساعة كبرى الباجاوي حنان من مدينة حميفة من نادي جيش الملك. بالنسبة للفوز ديالي اليوم الحمد لله فرحانة به، ورغم الصعوبات ديال الباركور والمنافسة، والحمد لله أنني حاولت نتفرج في الإيقاع والحمد لله تمكنت من الفوز. وبالنسبة للتنظيم الحمد لله كان رائع، وكان الباركور باين واضح، وكنشكر لجنة التنظيم وجميع اللي ساهموا في هذا السباق ونشكرهم. شكرا. تنمير ويسلم الجائزة الدكتور الزاهدي، الدكتور الزاهدي مشكورا يسلم الجائزة للفائزة بالمرتبة الأولى حنان البجوي. حنان البجوي فانكوفر دو ليتاب دو 17 كيلومتر. سي محمد سي فتحي قدرتي باش تفوز بالرتبه الاولى في السباق ديال 17 كيلومتر، شنو يمكن تقول لنا على هذا الفوز ديالك؟ الفوز المهم يعني السباق طريف، كاينه الكوطه الاولى الجبل النيل، والثاني يعني من الثالث صافي مشيت بوحدي مشيت للسباقيه الحمد لله. المهم السباق بزاف عن أكادير عطل وتدخل آخر مشاركة، آخر مشاركة تدخل بعد السباق إذن هنيئا وصورة تذكارية صورة تذكارية للفائزين. من مدينة أكادير ساكن ديال هولندية وكان الطريق هو مدير تقني ديال السباق، مدير تقني السباق ديال الطريق ديال أكادير وفنا. دونك درنا واحد الباركور اللي هو سي تخاصي اللي هو ديال بروفيسيونيل، دونك درنا فيها 17 كيلومتر في ميم طون، درنا واحد 10 كيلومتر بوغ لي زاماتور اللي ما تيقدروش يديروا مسافات طويلة، وكان الميموريال ديال لو تخوبلومون دو تخوبلومون كوميموريال ديال هذا باش طلعنا للجبل باش نوصلوا للريفي تحت ديال أكادير. تنمير شكرا.